الرئيس السيسي يوجه بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ومد جسور التواصل الحضري مع شعوبها كافة. قمة تاريخية اليوم بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في العاصمة الإماراتية أبوظبي. انطلاق محادثات بين اللجنة الأممية لمراقبة الهدنة باليمن وطرفي النزاع في البلاد على متن سفينة قبالة ميناء الحديدة. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرتنا الإخبارية لهذه الساعة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عقد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء ورئيس المخابرات العامة لمتابعة الإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي المقررة في 10 فبراير الجاري واستعراض خطة التحرك المصرية في هذا الإطار. وقد وجه الرئيس السيسي بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة السمراء والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الإفريقي المشترك لتحقيق المنفعة لجميع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية، خاصة ملفات التنمية وصون السلم والأمن. تعقد اليوم قمة تاريخية بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في العاصمة الإماراتية أبوظبي. يعد هذا اللقاء الخامس الذي يجمع بين الرمزين الدينيين الأكبر في العالمين الإسلامي والمسيحي. يأتي ذلك في إطار أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي انطلقت فعالياته اليوم بقصر الإمارات في أبوظبي بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات الدينية والفكرية في العالم. وتحظى زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان باهتمام غير مسبوق إماراتيا وعربيا ودوليا، حيث تعد الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي كونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بدمياط. دكتور عبد العزيز، بعد التحية، بالتأكيد هذه القمة تاريخية تنطوي على أهمية كبيرة كونها تجمع بين قامتين كبيرتين جدا، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرانسيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي. يعني ما هذه الدلالة والأهمية، خاصة أن هذا اللقاء هو الخامس الذي يجمع بين هذين الرمزين الدينيين الأكبر في العالمين الإسلامي والمسيحي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أن هذا المؤتمر بمثابة يعني منصة عالمية للأديان والعقائد المختلفة، حيث أنه يجمع أكبر قيادة عالمية للمسلمين وكذلك أكبر قيادة عالمية بالنسبة للدين المسيحي. ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى وحساسية هذا المؤتمر في حياة الأمم، على أساس أن هناك تعايش وهناك قضايا شائكة يصطنعها المتطرفون فكريا على مستوى العالم، فهذا يعتبر ردا عمليا على كل هؤلاء، حيث أن هذا المؤتمر الذي يعتبر الأكبر من نوعه الذي يضم مثل هذين الشخصيتين الدنيتين العالميتين هيناقش قضايا منها التعايش السلمي، هيناقش قضايا مثل التسامح، هيناقش قضايا مثل القيم الإنسانية، كل هذا سيتم عبر حوار متعدد مفتوح للجميع، لكل الأفكار، لكل المعتقدات، مؤتمر يحضره أكثر من 200 جنسية مختلفة
من العاملين على أرض الإمارات أو الوافدين لحضور المؤتمر. المؤتمر له أهمية أيضا لأنه يعني يشمل المؤتمر ثلاث محاور مهمة جدا جدا هيناقشها المؤتمر، وهو المحور الأول اللي هو منطلقات الأخوة الإنسانية اللي هو على أساس الإنسانية التي خلقنا الله عز وجل وعلى حقوق الإنسان بصرف النظر عن المعتقد وعن الديانة وعن بعض العصبيات العرقية، لكن على مستوى الإنساني. المؤتمر أيضا هيرسخ لمفهوم المواطنة وفكرة ومواجهة التطرف. قيم كثيرة، المواطنة والاعتدال وقبول الآخر وغيرها بالتأكيد مطروحة بقوة خلال بالتأكيد. هذا المنتدى. بالتأكيد، ويؤسس لقضية مهمة وهي قضية ثقافة الحوار اللي احنا بنعاني منها الآن، ان كل جماعة إرهابية تريد ان تفرض رأيها ومعتقدها بقوة السلاح وبالتدمير وبالتخريب. المؤتمر من ضمن أهدافه إرساء ثقافة الحوار والدفاع على مستوى العالم عن حقوق المظلومين والأقليات المضطهدة في أي مكان في العالم. أيضا هذا كله يتم في إطار الإنسانية وليس في إطار الديانة أو المعتقد، وهذا هو الذي ينبغي أن يسود في العالم. يؤمل أن يؤتي هذا المؤتمر بقدر أهميته ودلالاته الكبيرة ثمره المرجوة. جزيل الشكر فضيلة الدكتور عبد العزيز النجار. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم متحف الفن الإسلامي، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف. وأشار مدبولي خلال زيارته إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع المتحف على خارطة السياحة العالمية للتعريف بعظمة الحضارة الإسلامية. ومن المقرر أن يشهد اليوم رئيس الوزراء افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد ترميمها وتطويرها، والتي بلغت تكاليف ترميمها نحو 33 مليون جنيه. كان مبنى دار الكتب قد تأثر بشكل كبير جراء الحدث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة عام 2014، بخاصة الجزء المواجه للمديرية والذي يضم العرض المتحفي والتصميمات الداخلية من أسقف وإضاءات وأثاث. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من دار الكتب بباب الخلق مراسل أنيل أحمد أبو الحسن. أحمد، بعد تحية لتنقل لنا الصورة لديك من هناك. يعني بعد التحية، بالفعل اليوم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح اليوم متحف الفن الإسلامي بمرافقة السيد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من المسؤولين وقيادات الآثار. تجول رئيس الوزراء في أنحاء المتحف وأشاد بما تملكه مصر من ثروة حقيقية، وأيضا استمع إلى شرح من الدكتور عثمان حول الفن الإسلامي، حول متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وهو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد على 100,000 قطعة أثرية نادرة ومتنوعة والتي ترجع للعصر الإسلامي من عدة أقطار مختلفة. أيضا كانت هناك كلمة للسيد رئيس الوزراء، كلمة تذكارية دونها، أكد خلالها بأنه تشرف بزيارة المتحف الإسلامي بالقاهرة وقد انبهر بالمحتوى الرائع للمتحف وأيضا الإدارة الجيدة والعرض المتميز للقطع الأثرية، وأكد أنه إن شاء الله يأمل بأن تشهد الفترة القادمة وضع المتحف على خريطة السياحة العالمية لكي يتعرف السائحون على عظمة الحضارة الإسلامية. طبعا تقدر الإشارة إلى أنه قد سبق أعمال الترميم لعدد من مقتنيات المتحف كانت قد تضررت من انفجار سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة بحادث إرهابي غاشم في 24 يناير 2014، حيث لعب العاملون بالمتحف من أثريين ومرممين وجرح تخصصات دورا كبيرا لإنقاذ المتحف منذ لحظة الانفجار حتى تم ترميمه وإعادة افتتاحه مرة أخرى في 17 يناير 2017، ثم بعد ذلك
ترجل السيد رئيس الوزراء على قدميه من المتحف لبار الكتب لافتتاحها، وبالفعل وصل السيد رئيس الوزراء اليوم الآن لافتتاح دار الكتب المصرية التي أيضا تم تطويرها بشكل يليق لأن تكون مزارا عالميا ملائما للبحث العلمي والقراءة، ولأن تصبح مكانا هاما وأيضا في إطار اهتمام الدولة. تأكيد المتحف الإسلامي ودار الكتب في ثوب جديد لهما أبعاد ثقافية وسياحية إيجابية مختلفة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة أحمد أبو الحسن، مفدنا إلى باب اللوك باب الخلق. تستأنف لجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى استعراض جهود الاستثمار والسياحة لتسهيل حركة الأفراد والبضائع إلى أفريقيا. وتناقش لجنة الشؤون الإفريقية خطة وزارة النقل لتيسير حركة الأفراد والبضائع لأفريقيا، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور وزير النقل هشام عرفات. كما تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية مناقشة موضوع الصناديق والحسابات الخاصة وعرض تقرير اللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر لتلك الصناديق. يتوجه اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وزير الخارجية سامح شكري لحضور الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر عقده غدا الاثنين. يشهد الاجتماع الوزاري تبادلا لرؤى بين وزراء خارجية الدول المشاركة تجاه عدد من القضايا محل الاهتمام من قبل الجانبين العربي والأوروبي في مختلف المجالات. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إنه لن يعلن عن مواعيد محددة للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا قبل التوصل إلى تسوية للخلافات بين الفرقاء الليبيين. وشدد غسان سلامة عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بالقاهرة على أهمية التزام جميع الليبيين بنتائج أي انتخابات قادمة. نحن نريد انتخابات لأن الليبيين يريدون انتخابات، ولكن لكي تكون الانتخابات حلا لمشكل وليس تفاقما لمشكل عليك أن تحترم عدد من الشروط. أول هذه الشروط هو وجود قانون، ليس عندي قانون حاليا. ثاني هذه الشروط أن تلتزم مختلف الأطراف الليبية بنتيجة الانتخابات. إلى الملف اليمني، حيث اجتمع رئيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد الخاصة بالحديدة باتريك كاميرت صباح اليوم مع ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في عرض البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة، نظرا لعدم اتفاق الأطراف المتناحرة في اليمن على مكان لإجراء تلك المحادثات. وأكد مصدر في لجنة التنسيق المشتركة أن ممثلي الحوثيين وصلوا إلى السفينة التي استأجرتها الأمم المتحدة مقرا لإقامة المراقبين التابعين لها قبل ساعة من بدء الاجتماع. من المقرر أن يبحث الاجتماع آلية تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار الميليشيات إلى خارج موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، والانسحاب إلى خارج حدود مدينة الحديدة، وفتح ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية. قالت الحكومة اللبنانية الجديدة في أول اجتماع لها إنها ستبدأ إعداد بيان لسياساتها غدا الاثنين وسط ترقب المستثمرين لمدى التزامها بالإصلاحات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني اللبناني. ويمكن أن يتناول البيان ملفات شائكة مثل علاقة لبنان بسوريا وامتلاك جماعة حزب الله المدعومة من إيران لترسانة أسلحة كبيرة، وهو أمر يعارضه شركاء في الائتلاف الحاكم. بجلسة مقتضبة وسريعة بقصر بعبد الجمهوري في العاصمة بيروت، أنهت الحكومة اللبنانية الجديدة جلستها الأولى منذ أن تم الإعلان عن تأليفها برئاسة الرئيس ميشيل عون. وقرر مجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري إطلاق مسمى حكومة العمل على الحكومة الجديدة، في إشارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في المرحلة الراهنة، خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية المرتقبة التي ينتظر أن يقرها مجلس الوزراء. تقارير صحفية قالت إنه تم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة المكونة من رئيس الوزراء سعد الحريري وتسعة وزراء، هم وزراء الإعلام، الاقتصاد والتجارة،
الدولة لشؤون النازحين، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، التربية والتعليم العالي، الدولة للتنمية الإدارية، المالية، الشباب والرياضة، والأشغال والنقل. وجرى توزيع مسودة مقترحة للبيان الوزاري الصادر عن الحكومة اللبنانية الجديدة، والذي سيعرض فور الانتهاء من صياغته على مجلس النواب لنيل الثقة، حيث ينتظر أن تعقد الجلسة الأولى للجنة صياغة البيان الوزاري صباح الاثنين برئاسة الحريري في السراي الحكومي. شارك الآلاف من أنصار حركة سترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرات حشدة للأسبوع 12 رفضا لسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية. كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت أن الشرطة لن تتردد في استخدام بنادق الطلقات المطاطية السريعة حال جنوح المتظاهرين للعنف بعد أن حصلت على تفويض بذلك من أرفع محكمة إدارية في البلاد. تنتهي اليوم المهلة التي حددتها 6 دول أوروبية لرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، مهددة بالاعتراف برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسا إذا ما لم يتم ذلك. من جانبه أكد مادورو أمام حشد من مؤيديه أنه يؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال العام الجاري. تطورات خطيرة ومتسارعة تشهدها الساحة السياسية في فنزويلا، فقد أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تأييده إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال هذه السنة فيما كانت مرتقبة أساسا في 2020، علما بأن البرلمان خاضع حاليا لسيطرة المعارضة. وقال مادورو أمام آلاف من أنصاره الذين تجمعوا في كاراكاس، قال إن الجمعية التأسيسية الموالية للسلطة القائمة تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة هذه السنة، وأعلن عن موافقته والتزامه بهذا القرار. يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه المعارض الفنزويلي خوان غوايدو أمام آلاف من أنصاره في كاراكاس إلى تنظيم مزيد من التظاهرات بهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي لا يزال يقاوم الضغوط لإجراء انتخابات رئاسية. جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه واشنطن العسكريين في فنزويلا للانضمام إلى معسكر غوايدو، حيث دعا مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى معسكر خوان غوايدو. واعترفت واشنطن بغوايدو رئيسا شرعيا للبلاد قبل 10 أيام، فيما قالت 4 دول أوروبية كبرى وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا إنها ستعترف بغوايدو إذا لم يدعو مادورو لانتخابات رئاسية خلال مهلة ل8 أيام تنتهي منتصف ليل الأحد. يشار إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد الشهر الماضي، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها. قتل 10 مسلحين ممن رفضوا اتفاق السلام الموقع في عام 2016 إثر اشتباكات بين الجيش الكولومبي ومتمردين منشقين عن حركة التمرد السابقة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك. وشنت القوات الخاصة في الجيش والشرطة المدنية عملية في مقاطعة كاكويتا أسفرت عن مقتل زعيم المجموعة رودريجو كاديتي، وهو زعيم تلك المجموعة المسلحة منذ فترة طويلة. كان نحو 7000 من مقاتلي فارك قد سلموا أسلحتهم، لكن ما زال نحو 1700 آخرين يخوضون تمردا ضد الحكومة يتم تمويله من تهريب المخدرات حسب ما أفادت الاستخبارات العسكرية. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأحد أن آخر لاجئين الأطفال المتبقين في جزيرة ناورو في المحيط الهادئ سيتم نقلهم إلى دول أخرى بعد أن تعرضت سياسة حكومته تجاه طالبي اللجوء لانتقادات حادة.
وأضاف مورايسون في بيان مشترك مع وزير الهجرة ديفيد كولمان أن كل الأطفال طالبي اللجوء تم نقلهم الآن من ناورو أو تمت معالجة طلباتهم باللجوء، وأصبح لديه مسار واضح بعيدا عن الجزر التي كانوا ينقلون إليها في السابق. وتحتجز أستراليا المهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول إليها بالقوارب في مراكز خارج أراضيها كجزء من سياستها الصارمة الهادفة إلى ردع أي طالبي لجوء محتملين، حيث أكدت حكومة كامبيرا أن تلك السياسة تمثل حائط صد أمام مهربي البشر وتنقذ حياة الكثيرين بعد أن أوقفت تدفق مراكب اللاجئين على شواطئ البلاد. أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي جابارد ترشحها رسميا في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل. وأطلقت جابارد حملتها الانتخابية رسميا من هاواي التي مثلتها في الكونغرس منذ عام 2013 لتنضم بذلك إلى قائمة الديمقراطيين الليبراليين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب للمنصب. يشار إلى أن جابارد أمريكية تنحدر من أصول من ساموا، وهي أول هندوسية تنتخب كنائبة في الكونغرس الأمريكي. وقد دأبت جابارد على معارضة التدخل الأمريكي في سوريا والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وذهبت لمقابلة الرئيس السوري سرا في يناير من عام 2017 ما أثار انتقادات البعض داخل حزبها. لقي 7 ركاب على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء خروج قطار عن القضبان في ولاية بهر الهندية، وأفاد بيان لدائرة السكك الحديدية صدر عقب تحقيق أولي أن الحادث نجم عن شرخ في القضبان. يأتي الحادث بعد أيام من إعلان الحكومة أنها حسنت إجراءات السلامة في شبكة القطارات والسكك الحديدية في عقب سلسلة من الحوادث الدامية. آخر محطات هذه الجولة عناوين أبرز أحداثها. الرئيس السيسي يوجه بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ومد جسور التواصل الحضاري مع شعوبها كافة. قمة تاريخية اليوم بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. انطلاق محادثات بين اللجنة الأممية لمراقبة الهدنة باليمن وطرفي النزاع في البلاد على متن سفينة قبالة ميناء الحديدة. ختام نشرتنا لهذه الساعة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.